من هي وصغيرة كانت تحب الرسم، ووقت اللي رسمت هيك كم لوحة أهلها والطلاب اللي كانوا يشوفوا لوحاتها شجعوا وقالوا لها إيه تمام يعني استمري بالرسم باعتبار أنه هي هوايتك المفضلة. رسوماتي ركزت عن الطبيعة والأشجار وكورونا. الآن أنا عم بتعلم بمدرسة فتحتها أختي بيان صماء أيضاً، عم نتعلم الدروس القراءة والحساب والرياضيات ولغة الإشارة. عم تقول طموحها أنه تصير ترسم لوحات جيدة وتساوي معارض ويعني تكون رسامة على مستوى كبير يعني.